الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد لدى محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا إيمان وشكرا أدا، ومشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة توقيعها عقودا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأشارت جولي إلى أن هذه الإجراءات تمثل عنصرا حاسما في برنامج تسهيل الصندوق الممدد وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون، مؤكدة استمرار العمل مع الحكومة لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق. وأضافت أن هذا يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخرج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئها التابعة بالمنطقة الجنوبية شهدت نشاطاً لافتاً خلال الربع الأخير من العام المالي 2022-2023. وأوضحت المنطقة في بني لغة أن ميناء السخنة استقبل 140 سفينة متنوعة بحمولات تجاوزت 5.2 مليون طن، كما استقبل ميناء الأدبية بضائع بنحو 1,750,000 طن، وذلك باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي. وقعت بريطانيا رسميا على معاهدة للانضمام إلى الاتفاقية التجارية الرئيسية عبر المحيط الهادئ لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى. وستصبح بريطانيا العضو 12 في الاتفاقية التي تخفض الحواجز التجارية، إذ إن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادئ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020. قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبياً بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50% فضلاً عن عبء الديون الثقيل. وقال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى أدا وإيمان. شكرا لك محمد.